السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد مع قناة نو شانيل، وصفات نصائح جمال وعلاج. اليوم سوف أقدم لكم نصيحة بسيطة، وأيضا هي عبارة عن وصفة من مكونات بسيطة يجب أن تتواجد أو تتوفر في جميع البيوت، خصوصا بيت مريض السكري وبيت مريض الضغط المرتفع أو لمن يعاني منهما الاثنين. طبعا هناك أغلب الناس يعانون من ارتفاع مرض السكري المفاجئ وأيضا ارتفاع ضغط الدم. وأيضا الوصفة اليوم تحتوي على مكون هو مفيد جدا لفقر الدم، وذلك بشهادة العديد من الأطباء الذين ينصحون به، ويمكنكم أيضا البحث عن فوائد المكونات. إذا سوف أحتاج أول شيء إلى الروب أو الزبادي الطبيعي، ويمكن تعويضه بالحليب الخالي الدسم، حليب خالي الدسم، كوب من الروب أو الزبادي كما قلت يمكن تعويضه بالحليب خالي الدسم أو أيضا اللبن. وسوف أحتاج هنا أولا إلى المكون الرئيسي وهو الكاكاو المر الذي قلت مفيد جدا لفقر الدم. الكاكاو المر الذي يكون بدون سكر سوف أضيف نصف ملعقة، وأيضا هنا القرفة سوف أضيف فقط ربع ملعقة من القرفة المفيدة جدا في تخفيض مرض السكري، وتحدث عنها العديد من الأطباء المختصون في الطب البديل وأيضا التداوي بالأعشاب. الوصفة بسيطة جدا، سوف أقوم بتحريك المكونات مع بعضها وأتناولها، وسوف ترى انخفاض في مستوى السكري وفي ضغط الدم أيضا، ويمكن تناولها يعني بشكل يومي قبل النوم، لأن لديها العديد من الفوائد والمزايا على مستوى الجسم، يعني بعيدا عن السكري أو الضغط المرتفع. يمكن أيضا للإنسان الذي لا يعاني أي شيء بتناول هذه الوصفة، لأنها سوف تحافظ عليه وسوف تقوم بوقايتك من مرض السكري ومن ضغط الدم مستقبلا. إذا كان هذا فيديو اليوم، فيديو قصير، نصيحة أو وصفة بسيطة جدا. أتمنى أن يكون الشرح مفيد في الفيديو وكافي، يعني أن تكونوا استفدتم من هذه الوصفة. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعكم لايك يقوم بتشجيع لإعطاء المزيد من الوصفات وأيضا البحث يعني العديد من النصائح التي أقدمها في قناتي، وأيضا أشارك معكم التجارب الشخصية. وكما قلت في فيديوهات سابقة عن مرض السكري، فهي فقط تجربة أمي التي تخلصت من مرض السكري أو عالجته فقط بالأعشاب وبالأكل الصحي، خصوصا الأكل الصحي. إذا إلى اللقاء مع فيديو جديد مع قناة نور شانيل. أي سؤال أو استفسار أتركه في التعليقات، سوف أجيب عنه في الحال.